منطقتنا. أيضا تكلمنا على أهمية احتواء وتهدئة الموقف في غزة، وهنا بنتكلم ولازم أسجل دي أولا لتفاهم رئيس ماكرون الحقيقة لفكرة أن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة، وتوافقنا على أن ده أمر مش إحنا في مصر مش هنسمح به فقط، لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها، لأن إذا كانت النهاردة قضية حل الدولتين، وده أمر أيضا توافقنا عليه على أن هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التداعيات اللي إحنا شفناها مش في الجولة ديت، في 5 جولات من الصراع خلال ال20 سنة اللي فاتوا، غياب الأمل، حالة الإحباط، اليأس، ده كل دي كانت عبارة عن أسباب أدت إلى الاقتتال اللي إحنا بنشوفه بشكل أو بآخر. فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل، لأن إذا كانت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم، يبقى مش معقول ان هم ممكن ينجحوا وهم مش موجودين على الأرض.